يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم هامة جدا وخاصة جدا في نفس الوقت، لأن احنا هنتكلم على كل كواليس ما قبل مباراة اليوم الهامة بالنسبة للنادي الأهلي أمام إنبي في بطولة الدوري العام في إحدى المراحل الحاسمة، بل هي أهم وأكثر مرحلة حاسمة في بطولة الدوري هذا الموسم، لأن احنا خلاص في آخر خمس مباريات في إطار المنافسة القوية مع نادي الزمالك على بطولة الدوري هذا الموسم. فبالتالي كلام كتير جدا هيكون مهم على مدار الحلقة معانا النهاردة، وفي الجزء الأخير هنتطرق لبعض الأخبار العالمية، وخصوصا في ظل انطلاق الدوري الإنجليزي بداية من مباراة الأمس واستكمالا بمباريات اليوم وغدا كمان بخصوص البريمير ليج وأكتر دوري مثير في العالم. فبالتالي كلام كتير جدا وتفاصيل كمان أهم هتكون معانا على مدار حلقة النهاردة، لكن مهم أيضا تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقة، وسؤال الحلقة بيقول ايه هي توقعاتك لتشكيل النادي الاهلي في مباراة انبي اليوم. تقدروا تتواصلوا من خلال الصفحات المختلفة للقناة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، وفي الجزء الاخير كما هو المعتاد هناخد تفاعل حضراتكم. لكن دايما البداية بتكون باهم وابرز العلم، نشوف في ترند الاهلي. الدوري يا اهلي ان شاء الله. الاهلي يواجه انبي الليله. اما في الترند العالمي، بدايه قويه للدوري الانجليزي بحضور الجماهير. طيب مباريات كتير جدا مهمه النهارده في مختلف الدوريات، خلينا نبتدي بالدوري المصري ونقول اهم وابرز المباريات. بالتالي النهارده في ماتشين الساعه 7 في الدوري المصري، الماتش الاولاني ما بين سيراميكا كليوباترا مع غزل المحله، والماتش الثاني ماتش يعني ما بين الاسماعيلي والزمالك. النتيجه دايما احنا بنبقى يعني في نسب كبيره لفريق عن الثاني، فدي المباراه الثانيه اللي هتتلعب النهارده، والمباراه الثالثه في الدوري المصري ما بين الاهلي وانبي، مباراه غايه في الاهميه بالنسبه لنا كجمهور النادي الأهلي. أما بخصوص الدوري الإنجليزي، الدوري الإنجليزي النهاردة اتلعبت مباراة الساعة 1:30، مباراة كانت قوية وممتعة جدا ما بين مانشستر يونايتد وليدز يونايتد في افتتاحية مباريات مانشستر يونايتد هذا الموسم. قدر ان هو يفوز بنتيجة 5-1، نتيجة كبيرة جدا، هاتريك لبرونو فرنانديز، سوبر هاتريك اسيست بالنسبة لبوجبا، وهدف لجرينوود، وهدف كمان لفريد. فبالتالي انطلاقه مميزه جدا بالنسبه لمانشستر يونايتد. في المقابل ليدز يونايتد اللي احرز الهدف الوحيد وكان جميل جدا بالمناسبه، هو هدف ايلينج الظهير الايمن لفريق ليدز يونايتد. في بقى بحوالي ايه خمس مباريات بتتلعب في نفس التوقيت، ابتدت فيه تمام الساعه 4 عصر. تشيلسي مع كريستال بالاس، الشوط الاول خلص 2-0 لتشيلسي. ايفرتون مع ساوثامبتون، ايفرتون خسران بنتيجه 1-0 على ملعبه. ليستر سيتي مع وولفرهامبتون، 1-0 ليستر سيتي. واتفورد مع استون فيلا، استون فيلا خسران 2-0. بيرنلي مع برايتون، تقدم بيرنلي بنتيجه 1-0. المباراه المهمه كمان بالنسبه لنا كلنا كمصريين اللي هتكون الساعه 6:30 مساء ما بين نوريتش سيتي وليفربول، نجمنا المصري محمد صلاح ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. ومحمد صلاح على مدار المواسم اللي فاتت كلها مع ليفربول كان اول مباراه ليه في الدوري لازم بيهدف، واول مباراه ليفربول بيهدف، ان شاء الله نتمنى له ان هو يهدف النهارده ويفوز مع فريقه، لان دي حاجه بتهمنا كلنا كمصريين. ده بخصوص الدوري الانجليزي. اما فيما يتعلق بمباريات الدوري الاسباني، فاساسونا بيلعب في هذه اللحظات مباراه ابتدت من حوالي 2 أو 3 دقايق مع اسبانيول. المباراه ابتدت الساعه 5 بالظبط، التعادل لسه 0-0. ريال مايوركا مع ريال بيتيس الساعه 7:30، وفي نفس التوقيت قادش مع ليفانتي، والساعه 10 بالليل دوبورتيفو الافيز مع ريال مدريد. دي مباريات الدوري الاسباني ايضا، مباريات كلها مهمة ومثيرة، وطبعا عشاق كرة القدم حول العالم بيترقبوا دايما مباريات الدوري الانجليزي اكتر بكتير، لان النهارده شفنا الجمهور رجع ازاي، المدرجات وموجود من غير اي اجراءات احترازية، الدنيا فتحت جامد جدا في انجلترا، لكن المباريات مختلفة والجمهور موجود في الملعب، ليها طعم تاني ومذاق تاني واثارة طبعا قوية جدا جدا. نتمنى ان شاء الله كمان الجمهور يعود في الدوري المصري، هيبقى امر مهم جدا بالنسبة لنا كلنا، طبقا طبعا للظروف وطبقا للقرارات الخاصة بالدولة، هم ادرى بكل شيء.
هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندي كلام مهم جدا وتعليق مهم، وبعد كده هنتكلم بقى في كل كواليس مباراة النهارده واخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهة انبي. استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده الصبح صحيت كده من النوم فلقيت ناس كتير جدا من جمهور النادي الاهلي بعتلي على تويتر تويتة لاحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق بيتكلم فيها وبيقول يعني كلام كده، فعايزين نعرض التويتة دي ونشوفها عشان عندنا تعليق مهم جدا عليها. يعني مش عايز ادخل في النوايا قوي، لكن في نفس الوقت لينا رد يعني، وحتى لو مجرد التلميح هنرد. فقال لك ايه؟ قال لك رجالة الزمالك بتروح الإسماعيلية وهتكسب هناك إن شاء الله الدوري الزملكاوي. إحنا عارفين طبعا ميدو زملكاوي، حقه جدا إن هو يساند فريقه ويدعمه ويشجعه وكل حاجة، مفيش أي مشكلة خالص يعني. زي ما إحنا بنتمنى الأهلي هو اللي ياخد الدوري، مفيش مشكلة. لكن في نفس الوقت سيب لي بس تويتة شوية، هاتها، سيب التويتة شوية. قال لك إيه؟ رجالة الزمالك بتروح إسماعيلية. لو في تلميح، لو في تلميح، أنا مش بدخل في نوايا، أنا بس بسأل هنا، لو في تلميح على ان الاهلي ما بيروحش الاسماعيليه، وقصدك يعني ان الزمالك رجاله بيروحوا يلعبوا في الاسماعيليه وهيكسبوا في الاسماعيليه، فده تلميح غير مقبول. لو في تلميح ارجع لي بقى كده يا عادل. انا بس عايز اقول حاجه، لو التلميح ده قاصد يلمح كده على الاهلي، فالاهلي بيروح يلعب في اي حته وما بيخافش يلعب في اي حته وبيكسب في اي حته. ادي رقم واحد. رقم اتنين، ما احنا عارفين كويس جدا ان الزمالك بيروح اسماعيليه ولاعيبه رجاله، تمام، بيروحوا اسماعيليه، احنا عارفين، ما حدش مختلف في الموضوع ده، وبيكسبوا كمان في اسماعيليه، عارفين كده، دي حاجه عارفينها كويس جدا، ومش جمهور الاهلي بس اللي عارفها، كل جماهير الكره المصريه. الحاجه الثالثه، لو انت مش واخد بالك كم بطولات النادي الاهلي وعددها على مدار التاريخ، لا خد بالك عشان تعرف كويس قوي قد ايه الاهلي ولاعيبته رجاله. مهم جدا انك تاخد بالك من جزئيه زي دي. رابع حاجه، لو انت قصدك من التويته دي انك توجه سؤال للامن، ليه الاهلي ما بيروحش الاسماعيليه، فالاجابه عند الامن. طبعا احنا نثق تماما، لو انت حتى بتشكك في الامن فدي حاجه تخصك، احنا ملناش دعوه، لان انا حاسس ان في تشكيك برضو من خلال تويته زي دي، فدي حاجه تخصك، احنا ملناش دعوه، احنا بنثق في الجهات الامنيه ثقه كبيره جدا، والناس دي اضرب كل شيء وحاجه بصراحه اكثر من رائعه يعني. فلو انت بتسال فالاجابه عنده. حلو حلو. اخر حاجه بقى، وده الاهم بالنسبه لي، انا عايز اعرف بس توقيت التويته امتى، لان ميدو الصبح حاجه وبالليل حاجه تانية خالص، فممكن معلش تجيبوا لي تويته تاني؟ كانت الساعه كام؟ 12:53 صباحا. بس شكرا، انا كده عرفت. ارجع لي بقى عادل، مش هرد اكتر من كده، مش مستحقه يعني. نخش بقى في ايه؟ في كواليس الاهلي وماتش النهارده، ده الاهم بالنسبه لنا، وماتش مهم جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله الدوري امام انبي. قبل ما اتكلم عن الماتش ده، خليني سريعا اتكلم على خبر من خلال الاتحاد الافريقي لكره القدم، واللي بيعلن التصنيف الرسمي العام للانديه الافريقيه بعد احتساب نتائج اخر 5 سنوات في نهائيات المسابقات دوري الابطال والكونفدراليه. الاهلي بقى فين؟ تعالى كده بص بقى عشان نعرف قد ايه الاهلي ولعبته رجاله على مدار التاريخ بقى اخر 5 سنوات. الاهلي في المركز الاول ب 78 نقطه، والترجي التونسي في المركز الثاني ب 65 نقطه. ادي الاول وادي الثاني، اللي هو مين الثاني؟ الترجي التونسي. تعالى بقى نشوف كده ايه، الوداد في المركز الثالث برصيد كام؟ 63 نقطه. الزمالك في الرابع؟ لا الزمالك حتى مش في الرابع، الرابع الرجاء، ماشي متاسف، الرابع الرجاء، الرجاء ب 54 نقطة، والزمالك في المركز الخامس ب 47 نقطة. ده التصنيف اللي أعلن عنه بشكل رسمي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طبقا لنتائج الفرق الأفريقية في آخر 5 سنوات في البطولات الأفريقية المختلفة، سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية. فالأهلي يعني في التصنيف الاول او في المركز الاول، وان شاء الله يستمر على هذا المنوال بحكم البطولات الافريقيه وتفوقه الملموس بشكل كبير، وان شاء الله باذن الله انا بشوف يعني ان النادي الاهلي في طريقه للقب قرن جديد. احنا ممكن ما نبقاش موجودين، او اكيد مش هنبقى موجودين يعني لما يتم الاعلان عن بطل القرن الجديد،
بس احنا بنبارك للاجيال اللي بعدينا كجمهور النادي الاهلي بلقب جديد هيكون ليهم مؤكد باذن الله تعالى طبقا للارقام والاحصائيات والنتائج والالقاب اللي بيحققها النادي الاهلي افريقيا، وده ما يقللش طبعا من اي نادي في داخل القاره الافريقيه لان في انديه كتير جدا مميزه. تعالى بقى نروح ايه لماتش النهارده، ماتش النهارده مهم جدا مع انبي ومواجهه غايه في الاهميه وصعبه جدا. احنا ماتش الاسماعيلي للاسف تعادلنا وما كانش فيه توفيق كتير جدا جدا جدا، فرص ضاعت، ما كانش بيحالفنا التوفيق في المباراه دي وده كان امر واضح. الدوري ما انتهاش، الزمالك طبعا متقدم بفرق نقطتين، فرصه اكبر حتى هذه اللحظه بخصوص الفوز ببطوله الدوري، لكن الكوره ما بتعترفش غير بالمباراه الاخيره او النتائج الاخيره او ايه اللي هيحصل في الاخر يعني. فاحنا في انتظار ان ممكن يكون الزمالك بيتعثر اي مباراه، سيبك من مباراه النهارده مش شرط قوي يعني، لكن ممكن في ماتش تاني يتعثر نادي الزمالك، وبالتالي انت مطالب بايه؟ مطالب انك تكسب اي ماتش انت هتلعبه. انت كده كده المفروض كنت تكسب في كذا ماتش، انت ضيعت نقط كتير جدا للاسف الشديد، وبتبقى ظروف مباراه ويعني بتحصل في كره القدم، وده ما يقللش اطلاقا اطلاقا من رصيد لاعبي النادي الاهلي عند جمهور ولا الجهاز الفني عند جمهور النادي الاهلي. لكن في نفس الوقت انت متبقي ليك 5 ماتشات هتعمل فيهم ايه؟ تكسب بس، مفيش حل تاني، هتكسب بس، وان شاء الله باذن الله يكون الدوري من نصيب النادي الاهلي في النهايه من خلال ان نادي الزمالك يتعثر في احدى المباريات يعني، سواء بالتعادل او بالهزيمه، فانت كده كده حتى لو الزمالك تعادل فالافضليه ليك في المواجهات المباشره. الفريق مركز جدا، اللعيبه كلها عايزين يردوا من خلال مباراه النهارده بنتيجه تكون مميزه ان شاء الله، مع كامل احترام لنادي ام بي، فريق قوي جدا جدا وعامل موسم جيد مع كابتن حلمي طولان المدير الفني المميز. المباراة الساعة 9 بالليل قبلها مباراة الإسماعيلي والزمالك الساعة 7، فهنترقب ونشوف، لكن في كل الأحوال في إثارة كبيرة جدا في الحقيقة في بطولة الدوري. قائمة النادي الأهلي مباراة النهاردة في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، في خط الدفاع ياسر إبراهيم، رامي ربيعة زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد، ده خط الدفاع. اما بخصوص وسط الملعب فموجود في القائمه كل من حمدي فتحي، عمرو السليه، اليو ديانج، اكرم توفيق، ومحمد مجدي قفشه، وكهربا، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، وجونيور اجايه، واحمد نبيل كوكا. اما في خط الهجوم متواجد والتر بواليا وصلاح محسن، وبيجيب محمد شريف ابرز غيابات النادي الاهلي بسبب اصابه في العضله الخلفيه. عايزين نطمن بشكل اكبر على الفرقه ونشوف ايه الاخبار وكواليس ما قبل انطلاق مباراة اليوم ما بين الاهلي وانبي. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل القناة الاهلي عشان نطمن من خلاله على كل الامور اللي تتعلق بالنادي الاهلي في مقر اقامته قبل التحرك للملعب النهارده. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا وطمن كل جمهور النادي الاهلي على الاستعدادات النهائيه للفريق قبل انطلاق مباراه اليوم امام انبي، خصوصا في ظل المنافسه القويه جدا على بطوله الدوري، وكل جماهير الكره المصريه زي ما انت عارف كله بيترقب من هو الفائز ببطوله الدوري هذا الموسم، ان شاء الله يكون الدوري من نصيب النادي الاهلي، لكن عايزين نطمن بشكل اكبر من خلالك يا كريم. يعني نقدر نقول امير طبعا في البدايه بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا النهارده، الجهاز الفني تركيزه النهارده يكون كبير، الدوافع الكبيره اللي بنتاكد عليها في كل مره، محاضرات اللعيبه الكبار، كل الامور دي الحقيقه امير يعني كان قابلنا سوء توفيق في المباراه الاخيره، بدايه كانت باصابه محمد شريف، مسلسل اهدار فرص عديده جدا بالنسبه للفريق للنادي الاهلي، كان باين الباد لك جدا لكل اللعيبه، وكان باين للجهاز الفني التغييرات ما كانتش مثمره بشكل كبير بالنسبه لبيتسو موسيماني، فنقدر نقول خلاص يعني مباراه وانتهت. وكان باكد على نقطه مهمه جدا كمان زميلي امير وهي هي جلسه الكابتن محمود الخطيب الاخيره اللي كانت يوم الخميس مع كل اللعيبه والجهاز الفني، نقاط عديده الحقيقه يمكن الكابتن بيبو اتكلم بيها كمشرف على القطاع، كاسطوره لكره القدم في النادي الاهلي، كرمز من رموز النادي الاهلي، كل الامور دي، كاب كمان للعيبه، لان المرحله مهمه ومرحله صعبه، خلاص مفيش امل ان احنا لازم نكسب ال5 مباريات، التوفيق وعدم التوفيق طبعا بتاع ربنا، لكن الاجتهاد الكبير اللي بنشوفه والاصرار الكبير اللي بنشوفه مع لعيبه النادي الاهلي، الكل اكيد مفيش لعيب مش عايز يادي كويس يا امير، ومفيش لعيب مش عايز يحرز اهداف، لكن لما بيغيب سوء التوفيق بنرجع لجمهورنا وبنقول لجمهورنا
جمهورنا لازم تبقى مدعم ولازم تبقى بتساند طبعاً. لازم في التوقيت المهم جدا للمرحله دي جمهور النادي الاهلي يكون على قلب رجل واحد كعادته. طبعا احنا ما بنقولش طبعا ان جمهور النادي الاهلي في الحلوه والمره ما عدا مش كلام بس طبيعي. لا ده شعار وشعار مرحله وشعار ممتد لكل يمكن لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره. الامر ده مهم جدا لان المرحله دي اللعيبه ما بتحس ان الجمهور في ظهرها مسانده ودعم مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات. اللعيبه تموت نفسها في الملعب ويبقى التوفيق ان شاء الله لربنا سبحانه وتعالى اللي بنامل النهارده ان شاء الله باذن الله زميلي امير تكون انطلاقه من جديد. نادي الاهلي النهارده مباراه غايه في الاهميه. كابتن حلمي طولان عنده يمكن عدد من الاوراق مميزه جدا. طريقه اللعب بالنسبه طبعا للنادي الاهلي انت عارف غلق المساحات اي فريق بيقابل النادي الاهلي بتشوف غلق مساحات كبير جدا بتحتاج مجهود اكبر من اللعيبه من الجهاز الفني. فان شاء الله النهارده باذن الله الكل يكون في المود الكل يكون مركز. موسيماني ايضا كمان مع النقص العددي اللي عند فريق النادي الاهلي في غياب محمد شريف غياب وليد سليمان غياب بدر بنون غياب مروان محسن كل اللعيبه دي ناصر ماهر احمد رمضان بيكم عدد كبير من اللعيبه. لكن ان شاء الله التوليفه المتواجده مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه نقدر نختار منها مع المهام اللي بيتسو موسيماني بياكد عليها النهارده. يمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها امير خلاص نقدر نقول المحاضره النهائيه للجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني هتكون في فندق الاقامه. المحاضره طبعا اكيد بيكون فيها التشكيل النقاط الاخيره الثغرات نقاط القوه الضعف كل الامور الحقيقيه اللي بيحاول يتكلم فيها بيتسو موسيماني مع لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله تكون المباراه مباراه اليوم مثمره لفريق النادي الاهلي اداء ونتيجه وبنامل ان شاء الله يكون التوفيق معانا في هذه المباراه. يمكن انت عارف طبعا زميلي امير طاقم التحكيم النهارده يعني الكابتن محمود عاشور هي بس نقطه طبعا هتكلم معاك فيها. يعني يمكن الكابتن محمود عاشور مباراتين في 29 مباراه بيحكمها للنادي الاهلي يعني الامر ده طبعا من الحكام المميزين جدا طبعا كابتن محمود عاشور. لكن يعني برضو يعني بتثير التساؤلات طبعا يعني كابتن محمود عاشور واحد من الحكام المميزين جدا لكن يحكم مباراتين على مدار الموسم منهم مباراه انبي المباراه الاولى ومباراه المقصه. يعني بنتمنى بس يكون في عداله بشكل عام للتحكيم. احنا عندنا تعليق وتساؤل مهم جدا بعد ما اخلص معاك يا كريم بخصوص الكابتن محمود عاشور وتعيينه للمباراه النهارده بس هخلص معاك وهنتكلم فيها طبعا بوضوح كبير جدا مع جمهور الاهلي. اتفضل. بالتاكيد طبعا يا امير طبعا اكيد انت هتتكلم في هذا الامر. بنامل كمان يعني الطاقم الكامل سواء كابتن محمود البنا حكم الفار كابتن محمود عاشور احمد صلاح مساعد احمد لطفي سامي حسين كل النهارده طاقم التحكيم يدي حق النادي الاهلي. يعني كمان الفار مهم جدا لان احنا بنشوف غلطات الحقيقه ويمكن اخطاء كثيره جدا بناخد وقت كبير جدا بتهدي اللعب. الامور دي يعني بنتمنى ان شاء الله النهارده ما يبقاش فيها اي امور تعوق مسيره النادي الاهلي في هذه المباراه. تركيزنا كبير اللعيبه مركزه اللعيبه عندها حزن كبير جدا وده اللي انا حابب ان انا اتكلم عليه في المباراه الاخيره. كل اللعيبه يمكن حاسه بالمسؤوليه وحاسه ان المباراه الاخيره مباراه الاسماعيلي كان ليها تاثير كبير جدا عند جمهور النادي الاهلي عند مجلس الاداره عند اللاعبين. لكن خلاص الصفحه اتقفلت نهائي. مباراه اليوم طبعا. مباراه مهمه جدا ثلاث نقاط خمس مباريات القادمين ان شاء الله باذن الله يكونوا من نصيب النادي الاهلي. ودعوات كل جمهور النادي الاهلي والمسانده يا امير المسانده مهمه جدا والدعم مهم جدا. يعني جمهور النادي الاهلي طول ما هو في ظهر لعيبه النادي الاهلي نقدر نشوف الانجازات ونقدر نستعيد سلسله الانتصارات من جديد وان شاء الله تكون انطلاقه النهارده لفريق النادي الاهلي باذن الله. طب كريم عايز اسالك بخصوص خط هجوم الفريق واحنا عندنا محمد شريف عنده اصابه في العضله الخلفيه فبالتالي مين الاقرب ان هو يقود هجوم النادي الاهلي النهارده والتر بواليا ولا صلاح محسن بما انهم هما الاثنين المهاجمين بس الموجودين في القائمه؟ يعني هقدر اتكلم معاك في البدايه على والتر بواليا. الحقيقه يمكن بيتسو موسيماني خلال ال 48 ساعه الماضيه جلسات مستمره الراجل بيحاول يحفزه بشكل كبير بيحضره ذهنيا بيحضره نفسيا كمان لهذه المباراه. صلاح محسن ممكن تكون ورقه رابحه بالنسبه للمباراه. كهربا كمان النهارده بنامل ان شاء الله باذن الله سواء وجوده في التشكيله الاساسيه او على دكه البدلاء يكون جاهز بنسبه 100%. الحقيقه يمكن هو شارك بشكل طيب جدا مع فريق النادي الاهلي في التدريبات الاخيره لكن من الاتجاه العام ومن اللي احنا شايفينه من خلال التدريبات والتر بواليا ممكن يبقى ليه دور كبير النهارده في التشكيله الاساسيه لفريق النادي الاهلي ويا رب بس يكون معاه التوفيق. يعني يمكن بيجتهد بشكل كبير بيوصل لكن التوفيق بس غايب عنه. لكن بنامل ان شاء الله مع الغيابات العديده لفريق النادي الاهلي والباد لك الحقيقه وسوء التوفيق الكبير اللي بيقابل محمد شريف في ظل تالقه الحقيقه 19 هدف 26 هدف في 46 مباراه الحقيقه يمكن قبله سوء توفيق كبير. لكن بنامل ان شريف يعود من جديد والمتواجد بواليا يمكن صلاح محسن جونيور اجاي كل المتواجد لابد يكون مركز طبعا. بشكل كبير جدا ويقوم بالدور اللي بنشوفه الحقيقه مع محمد شريف خلال الفتره الماضيه ويا رب ان شاء الله يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي في هذه المباراه. طيب سؤال اخير يا كريم قبل ما اختم معاك بخصوص اثنين من لعيبه النادي الاهلي. اول حاجه كهربا بما انه موجود في القائمه هل كهربا اصبح جاهز بنسبه 100% ان هو مثلا يبتدي اساسي طبقا لرؤيه مستر بيتسو موسيماني ولا لا؟ تاني حاجه عايز اطمن على بدر بنون بعد ما خلاص المسحه طلعت سلبيه فمحتاج وقت قد ايه عشان يخش مع الفريق خلال المباريات المقبله باذن الله.
يعني كهربا نقدر نقول طبيا الراجل سليم، يعني خلاص طمنا من الجهاز الطبي للدكتور احمد ابو عبله على جاهزيه كهربا. شارك الحقيقه في التدريب الامس بكل قوه، متواجد في القائمه، الدفع من عدو طبعا هي رؤيه فنيه، لكن الجاهزيه البدنيه بالنسبه لمحمود كهربا ان شاء الله يكون في قمه تالقه النهارده لو خد في المباراه او على دكه البدلاء. بدر بنون الحقيقه طبعا اللي بنقوله الحمد لله على السلامه، سلبيه المسحه، غياب ثلاث مباريات النهارده، كمان بيغيب عن المباراه الثالثه، لكن انت عارف امير طبعا ما تدربش خلال الايام الماضيه طبعا. بدر بنون اي تدريب جماعي او تدريب فردي بالنسبه له، فيمكن كان تدريبه الامس تدريب فردي مع الجهاز طبعا الطبي للنادي الاهلي، على ان يكون متواجد ان شاء الله غدا في التدريب الجماعي لفريق النادي الاهلي، وننتظره ان شاء الله في المباراه القادمه مع وليد سليمان. برضه انا عايز اكد على وليد طبعا. سليمان اللي ان شاء الله يشارك في التدريبات الجماعيه عقب انتهاء هذه المباراه، الاوراق ترجع لنا من جديد، الغيابات ترجع لنا من جديد، وتبقانا توفيق ربنا سبحانه وتعالى اللي بنامل ان شاء الله يكون مع فريقنا النهارده ان شاء الله، وكل اللعيبه تكون جاهزه باذن الله زميلي ان شاء الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز المميز كريم احمد مراسل قناة الأهلي كان معانا على الهواء مباشرة واتكلم معانا في كل الكواليس اللي بتتعلق بالفريق النهارده قبل انطلاق مباراة اليوم أمام إنبي، هذه المباراة الصعبة جدا جدا في إطار المنافسة على بطولة الدوري الممتاز. عندي تعليق على جانب الحكام النهارده، بس هروح لفاصل الأول وبعد الفاصل نرجع نتكلم في تفاصيل كمان أكتر وأكتر، استنونا. طيب مباراة النهارده بيديرها تحكيميا الكابتن محمود عاشور، انا عندي تعليق على الجزئيه دي مهمه جدا بصراحه، لان في حاجات بتخلي الواحد يستغرب، بس خلينا اقول لكم طاقم الحكام بالكامل لهذه المباراه. حكم ساحه محمود عاشور، مساعد اول احمد صلاح، مساعد ثاني احمد لطفي، حكم رابع سامح حسين، حكم فار محمود البنا، مساعد حكم فار محمود ابو الرجال. ده الطاقم اللي هيدير مباراه النهارده ما بين الاهلي وانبي الساعه 9 بالليل باذن الله تعالى. طيب ارجع لي بقى كده، هنا السؤال، هنا السؤال، هو مين كان في غرفه الفار في المباراه الاخيره ما بين الاهلي والاسماعيلي؟ مين هو الحكم اللي كان بيدير المباراه من غرفه الفار في مباراه الاهلي والاسماعيلي الاخيره؟ هو سؤال بريء على فكره، ما بس انا بسال سؤال عادي يعني. كان الكابتن محمود عاشور صح؟ طيب السؤال الثاني، هل الاهلي كان ليه ضربه جزاء في الماتش ده ولا لا؟ كان ليه ولا لا؟ طب نفكر بعض، لو اللقطه جاهزه معانا، ضربه الجزاء بتاعه اجاي، لحد ما تجهز افكركم انا، ضربه الجزاء بتاعه اجاي، الكوره اللي كانت في الشوط الاول واللي اجمع عليها كل خبراء التحكيم بانها ضرب الجزاء صحيحة للنادي الأهلي، لكن للأسف الشديد، وإحنا للمرة الكام السنة دي بنقول للأسف الشديد، تقريبا 10 حالات تحكيمية بدون مبالغة تأثر بيهم النادي الأهلي في المنافسة على بطولة الدوري. مش بعلق شماعة، مش بعلق، مش بقول شماعة التحكيم دي أو كلام من ده، مش إحنا اللي بنعمل كده، بس إحنا يا جماعة بنقول لكم بصراحة في أخطاء تحكيمية على الأهلي مبالغ فيها، في حاجات غريبة بتحصل مع الأهلي في الجانب التحكيمي بصراحة بشكل ملحوظ بإجماع كل الآراء، كل الآراء الحيادية اللي بتتكلم في الكرة صح، اللي عارفة القوانين صح، اللي ملمة إزاي تستخدم تقنية الفار، كله أنا بتكلم على خبراء بقى، خبراء التحكيم، وحتى اللي ملوش في التحكيم هيقول على الحالات دي ان هي ان الاهلي اتظلم فيها بشكل كبير جدا. فهو هو الكابتن محمود عاشور اللي ما كلفش نفسه ان هو ينادي الحكم عشان يجي، اللي هو كان محمود البنا على ما اتذكر يعني، عشان كان يجي يشوف اللقطه دي بتاعت اجاييه. هو هو اللي هيدير مباراه النهارده ما بين الاهلي وانبي. فهو تساؤل، أنا بسأل هل ده يا جماعة منطقي؟ أنا بتمنى طبعا الحكم كل التوفيق النهارده، كابتن محمود عاشور وحكم جيد بالمناسبة، وما بشككش في قدراته أو ما بشككش في نزاهته. قولوا لي تمام، أدي هي دي اللقطة، مع مش معانا متحركة يا جماعة فيديو؟ طيب هي الصورة اللي معانا، الراجل لعب الكورة واتنين داخلين عليه، حارس المرمى والمدافع بتاع الإسماعيلي، وضربة جزاء واضحة بنسبة 100% للنادي، 100% للنادي الأهلي. الناس كلها كمان قالت كده، يعني أنا ما مش هنا عشان إحنا مثلا في قناة الأهلي فهنقول لك أصل هي ضربة جزاء، لا إحنا بنتكلم بمنتهى المنطقية والعقلانية في الحقيقة. والصح صح والغلط غلط، ومحدش يقدر يقول على الصح غلط وعلى الغلط صح.
فدي ما اتحسبتش. والفتره يا جماعه والله ما مستحمله، مش عايزين اخطاء تحكيميه بعد اذنكم، بعد اذنكم. فانا مستغرب بصراحه ان الكابتن محمود عاشور كان حكم فار الماتش اللي فات وهو حكم ساحه النهارده. اتمنى له يا رب كل التوفيق. هو مجرد تساؤل بس، سؤال بيطرح نفسه مش اكتر يعني. خلينا نتكلم على تاريخ مواجهات الاهلي وانبي. الاهلي لعب مع انبي كام ماتش؟ 36 مباراه في تاريخ مواجهاتهم. الاهلي فاز في 25 ماتش وانبي فاز في 4 مباريات فقط زي ما حضراتكم شايفين كده. التعادل كان حاضر في 7 مواجهات، والاهداف النادي الاهلي احرز في شباك انبي 68 هدف واستقبل من انبي 34 هدف. دي تاريخ مواجهات الاهلي وانبي على مدار مبارياتهم في بطوله الدوري. طيب خلينا نروح سريعا لملعب الاهلي والسلام مع زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي عشان نطمن من خلاله على كل استعدادات الملعب لاستضافه هذا اللقاء الهام مساء اليوم. يا فاروق اهلا بيك. كل التحيه ليك زميلي العزيز امير هشام، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا فاروق، مطقم معايا انت النهارده وحاجه زي الفل. خليني اسالك عن الملعب تمام واستعدادات لاستضافه المباراه النهارده. يعني كما هو معتاد يا امير، انت عارف الدور الكبير اللي بتقوم به شركه استادات الوطنيه هنا في استاد الاهلي والسلام. الملعب عمليه الصيانه، عمليه التجهيز اللي بتتم بصوره على مدار ال 24 ساعه. انت عارف ان الاستاد بالامس كان استضاف لقاء وادي دجله والاتحاد اللي انتهى بالتعادل ما بين الفريقين. على طول خليه نحل بدات في التجهيز لمباراه الاهلي، تعقيم الغرف وايضا قص النجيله. انت عارف يعني كان ليا حديث مع الدكتور شريف شديد، اتكلم ان نجيله الملعب بتتقص يوميا بصوره شبه مستمره كويس. تجهيز طبعا انت عارف دور كبير جدا، يعني معتاد دايما واحنا متعودين عليه من شركه استادات الوطنيه. نقدر نقول ان الامور هنا على افضل ما يرام. تعقيم غرف النادي الاهلي، غرف انبي، غرف الحكام، ايضا يعني مكان المخصص لكاميرات المراقبه يا امير، وده واحد من يعني الاماكن المهمه جدا في استاد الاهلي والسلام، ان في غرفه فيها كافه الكاميرات يعني ب 15 او 20 كاميرا بتتابع كل الاجزاء اللي في ارض الملعب او حوالين حدود او محيط الملعب. كلها امور مهمه جدا بيتم التشديد عليها ومتابعتها ايضا يوميا كل مباراه. ايضا يا امير نتكلم على فريق انبي. فريق انبي واحد من الفرق طبعا انت عارف اللي بيقوده الكابتن حلمي طولان. مواجهه صعبه جدا النهارده ما بين الاهلي وانبي في الاسبوع ال 30 للدوري المصري الممتاز. خلاص مرحله الحسم، المرحله الاخيره، لكن كلنا ثقه ان شاء الله في لعيبه النادي الاهلي. كابتن حلمي طولان لو هنقرب جماهير النادي الاهلي من معسكر فريق انبي، كان اخر 3 لقاءات فريق انبي خاضهم امام المقاولون العرب وبيراميدز وفريق سموحه انتهوا بالتعادل. كان اتعادل مع المقاولين 1-1، وتعادل مع بيراميدز 1-1، وتعادل مع فريق سموحه بدون اهداف. حاول كابتن حلمي طولان خلال الايام اللي فاتت ان هو يتكلم مع اللاعبين ويستغل يعني حاله الضغط اللي هيبقى فيها النادي الاهلي بعد التعادل الاخير مع فريق الاسماعيلي، وقال لازم نستغل هذا الامر. النادي الاهلي ايضا بيعاني من اجهاد خلال يعني تلاحم المباراه كل 48 ساعه طبعا. لازم نستغل هذا الامر. ادى تعليماته طبعا للاعبي الفريق بتضييق المساحات على لعيبه النادي الاهلي، نحاول نفقد النادي الاهلي عمليه التحضير والتمريرات القصيره اللي بيعملها النادي الاهلي، ويقفل الاطراف على فريق النادي الاهلي. من يعني متابعتنا لمعسكر فريق انبي يعني كان يعني احد الاماكن القريبه او المعسكر فندق قريب من منطقه التجمع، بيبعد عن الاستاد بمسافه 20 او 25 دقيقه من استاد الاهلي ويا السلام. تقدر تقول يا امير ان التشكيل المتوقع للكابتن حلمي طولان في هذا اللقاء هيكون مكون من عبد العزيز البلعوطي في حراسه المرمى، قدامه هيبقى 2 قلبي دفاع، رامي صبري طبعا لاعب صاحب خبرات كبيره، رامي صبري وابراهيم القاضي. هيبقى على يمينه وعلي فوزي، وعلى شماله مصطفى دويدار. في منتصف الملعب هيكون احمد يوسف وزياد كمال، قدامهم هيكون 3 كريم طارق ومحمد مرسي وديفيد جودي، وفي الهجوم جون ايبوكا. تقدر تقول ان ده التشكيل المتوقع يا امير بنسبه 99 لفريق انبي والكابتن حلمي طولان. لكن ان شاء الله ان شاء الله بصراحه في بالنسبة للفرق اللي بتواجه النادي الأهلي فهو 100% أنا واثق إنه هيطلع صح كالعادة يعني.
باذن الله يا امير، ويعني ان شاء الله يبقى يوم جميل علينا وعلى كل جماهير النادي الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي النهارده يفوز ان شاء الله، ومن جديد ان شاء الله يعتلي صداره الدوري المصري. يا رب يا رب باذن الله يا فاروق. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح، احد بصراحه المراسلين المميزين جدا والمجتهدين جدا بدون مبالغه يعني. بشكرك جزيلا يا شكرا جزيلا يا فاروق زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، كان معنا على الهواء مباشره من استاد الاهلي. والسلام، طمنا على الملعب وكمان قال لنا تشكيل انبي لهذه المباراه. طيب هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقه. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف الناس ازاي على السوشيال ميديا تناولت الحديث عن مباراه اليوم ما بين الاهلي وانبي، بالتحديد من خلال الحسابات الرسميه للمواقع المختلفه على السوشيال ميديا. نبتدي بحساب يلا كوره على فيسبوك، واللي بيتوقعوا تشكيل الاهلي لمباراه ام بي، وبيقولوا ان في مفاضله بين واليا وكهربا. يعني معنى كده ان ممكن كهربا يلعب كمهاجم، عملها كتير جدا سواء مع المنتخب او مع الزمالك قبل كده. كهربا لعيب مميز يعني. ففي كل الاحوال قال لك ايه، في حراسه المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع علي معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق، في نص الملعب عمرو السوليه، حمدي فتحي، وطاهر محمد طاهر، افشه، حسين الشحات، والتر بواليا. ده تشكيل متوقع من قبل يلا كور. خلينا كمان نروح لتشكيل متوقع اخر من قبل في الجول وحسابهم الرسمي على فيسبوك، وبيقولوا ان في مفاضله برضو في مركزي الجناح الايسر والمهاجم في التشكيل المتوقع للاهلي. فهنا الاختلاف، في بعض الاختلاف ما بين التشكيل ده واللي فات. في حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع اكرم توفيق، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، علي معلول. هنا في نص الملعب اختاروا بدل حمدي فتحي قال لك ديانج هو اللي هيكون جنب عمرو السوليه، وقفشه موجود. في الهجوم حسين الشحات، طاهر محمد طاهر او كهربا، والتر بواليا او صلاح محسن. في كل الاحوال هنشوف اكيد الجهاز الفني ادرى بالتشكيل الانسب لهذه المباراه. نتمنى لاي حد هيلعب كل التوفيق ان هم يحققوا الهدف المطلوب بحصد الثلاث نقاط باذن الله تعالى. نروح لحساب الاهرام الرسمي على تويتر، واللي بيقولوا ان كان في تحذيرات من موسيماني للاعبي الاهلي قبل مواجهه انبي، وده بيبقى امر طبيعي جدا بعد ما بتخسر نقطتين الماتش اللي فات قدام الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي فريق كبير ومحترم في كل الاحوال، لكن بتفكر في اللي جاي. مباراه انبي اكيد مباراه صعبه جدا اللي هتتلعب النهارده، فاكيد انت كمدير فني بتتكلم مع اللعيبه كتير تقول لهم يا جماعه احنا مش هينفع نخسر تاني نقاط، لان الموقف كده بالنسبه لنا هيكون صعب. وبتتكلم كمان على تحذيرات بخصوص قدرات ام بي وامكانياتهم ونقاط القوه اللي عندهم، وازاي ان انت تستغل نقاط الضعف كمان عشان تقدر تحقق المطلوب. فكلها يعني امور طبيعيه جدا من خلال او في اطار المحاضرات اللي بيقوم بيها موسيماني مع الفريق. هو بيهتم جدا بالجانب النظري في الحقيقه، حتى محاضراته بتطول شويه، لكن في كل الاحوال كل مدرب ليه اخطاء، كل مدرب ممكن يبقى موفق وغير موفق في بعض التغييرات في بعض القرارات، ده امر طبيعي يعني، مفيش حد كامل من كله يعني. ان شاء الله الاهلي باذن الله يكون موفق النهارده. نروح لفلاش كور، واللي بيتكلموا على ان علي معلول لاعب الاهلي هو صاحب اكبر عدد من العرضيات الصحيحه في دوري هذا الموسم، 44 عرضيه. هو علي معلول ما شاء الله عليه يعني، مش بنكون بنبالغ لما نقول ان هو افضل ظهير ايسر في افريقيا. الراجل فعال جدا جدا، الراجل بيتألق بشكل ملفت، بيحرز أهداف، بيصنع أهداف بشكل كبير قوي قوي، وعدد وافر من الأهداف اللي بيصنعها في الحقيقة. فإحنا عندنا لعيب كبير ومميز، وده لا يقلل إطلاقا إطلاقا من أي حد في النادي الأهلي موجود في المركز ده، سواء أيمن أشرف اللي بيلعب مساك وبيقدر طبعا يلعب كباك ليفت كمركزه الأساسي يعني، وعندك محمود وحيد احد اللاعبين المميزين جدا بالنسبه للنادي الاهلي. لما نيجي كده نفكر، لان البعض ممكن يقول لك الاهلي محتاج باك شمال، طب انت محتاج باك شمال ليه؟ انت عندك علي معلول ما شاء الله، ايمن اشرف ما شاء الله في المكان ده، ومحمود وحيد افضل ظهير ايسر مصري من وجهه نظري بدون مبالغه لما تيجي تبص لامكانياته في مصر. لعيب مميز جدا جدا، هو حظه ان علي معلول موجود في المركز ده. طبعا علي معلول موجود فطبيعي هو اللي هيبقى اساسي بسبب طبعا تألقه وتوهجه. في كل الاحوال نتمنى لهم يا رب كل التوفيق جميعا. طيب خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نتكلم شويه في الترند العالمي واخر الاخبار العالميه المهمه واخر التفاصيل كمان. يلا بينا. طيب الترند العالمي نبتدي من خلال حساب مانشستر يونايتد الرسمي،
على تويتر واللي بيعلنوا فيه بشكل رسمي انضمام رافائيل فاران المدافع الفرنسي القادم من ريال مدريد، مدافع مميز جدا لصفوف الفريق بعقد يمتد حتى عام 2025. احنا لو نفتكر كده من 3 4 اسابيع كان المفروض خلاص الصفقه انتهت اصلا، مفيش اي مشكله خالص، بس كان في استغراب ليه مانشستر يونايتد ما اعلنش عن الصفقه. فالسبب كان بيتعلق بعدم الانتهاء من بعض الاجراءات الخاصه بانضمام فاران لمانشستر يونايتد، عشان كده تاخر جدا الاعلان الرسمي من قبل مانشستر يونايتد. فمع التاخر ده فمانشستر قال لك ايه، احنا نستغل الفرصه بوجود جمهور ونعلن عن الصفقه في توقيت مباراه اليوم اللي كانت امام ليدز يونايتد. وفعلا نزل فاران بالتيشيرت بتاعه رقم 19 في استاد الاولد ترافولد معقل مانشستر يونايتد عشان يحيي الجماهير والجماهير تحييه، وصفقه اكيد قويه جدا بالاضافه لسانشو اللي لعب لبعض الدقائق والقادم من بورسيا دورتموند الالماني ولاعب مميز جدا. لكن احنا لسه مع مانشستر يونايتد في اطار كمان ان الدوري ابتدى خلاص وكانت اول مباراه ليهم النهارده، فده حساب سكواكا للاحصائيات على تويتر واللي بيقول ان برونو فرنانديز هو اول لاعب في مانشستر يونايتد يسجل هدف او يسجل هاتريك في المباراه الافتتاحيه للدوري الانجليزي. الراجل سجل النهارده 3 اهداف حلوين جدا جدا، بس كلهم كانوا من صناعه بول بوجبا اللي كمان صنع هدف اخر لمين؟ لفريد. فكان اداء اكثر من رائع لفرنانديز واداء كمان اكثر من رائع بالنسبه لبوجبا، وانطلاقه مقنعه جدا لجمهور مانشستر يونايتد اللي كان حاضر النهارده في الاولد ترافورد. خلينا كمان نروح لخبر اخر وهو لسه بيتعلق كمان بمانشستر يونايتد، المره دي بالتحديد مع بول بوجبا النجم الفرنسي الكبير ولاعب وسط مانشستر يونايتد. وحساب الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا بيقول ان بوجبا اصبح ثامن لاعب يصنع 4 اهداف في مباراه واحده بالدوري الانجليزي، حاجه اكثر من رائعه بالنسبه لبوجبا. لكن خلي بالك بقى، الموسم اللي فات بوجبا في الموسم كله صنع 3 اهداف بس، على مدار الموسم كله موسم 2021 بوجبا مع مانشستر يونايتد صنع 3 اهداف بس. النهارده في مباراه واحده في الموسم الجديد بوجبا بيصنع 4 اهداف، فحاجه ملحوظه مهمه جدا. في نفس الوقت البعض قلقان برضه لسه من مستوى بول بوجبا لان هو لعيب مزاجنجي شويه، ممكن يديك ماتش 10 على 10 ويقعد اكتر من ماتش مش في قمه مستوى. طيب احنا لسه مع الترند العالمي، نروح لحساب تيليجراف الانجليزيه، جريده التليجراف الانجليزيه على تويتر، واللي بتقول انه سيتم حسم تواجد هاري كين ضد مانشستر سيتي مساء اليوم بعد محادثات مع المدرب نونو سانتو، طبعا مدرب ويلفرهامبتون السابق ومدرب توتنهام الحالي، وبيشوفوا الحل ايه، هيلعب هاري كين ولا مش هيلعب، وخصوصا في ظل التقارير اللي بتربط ما بين انتقال هاري كين لمانشستر سيتي اللي بيرصدوا مبلغ كبير جدا للتعاقد مع المهاجم الانجليزي الدولي المميز جدا جدا. فاحنا عارفين رغبه هاري كين، هو عايز يمشي وعايز يروح مانشستر سيتي. لحد دلوقتي الموضوع ما خلصش، واللاعب يعني في بعض التدريبات ما شاركش فيها. فالقرار النهائي ايه؟ هنشوف اللي هيحصل النهارده في المباراه او بكره بالتحديد، مباراه توتنهام مع مانشستر سيتي، مباراه غايه في القوه والنديه. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر، وده من خلال حساب في الجول وتصريحات لرونالد كومان المدير الفني الهولندي لبرشلونه الاسباني، واللي راجل بيتكلم عن ميسي وبيقول ان الكلام كتير جدا جدا على ميسي، وده امر طبيعي لان ميسي افضل لاعب في العالم واظهر كفاءته لسنوات عديده وفاز بالقاب كتير. لكن من ناحيه اخرى ميسي ما بقاش معانا خلاص يعني، فهناك لاعبون اخرون ولدينا فريق قوي للغايه ويمكننا تحقيق اشياء مهمه ابتداء من الغد. لا أعذار، أنا مقتنع بأن هذا الفريق سيجعل الناس يستمتعون. أنا أشك بصراحة يا كومن، لأن ميسي كان قوة كبيرة جدا جدا في برشلونة، ما بالك لما ميسي يمشي كمان بتعاقدات ما تعتبرش قوية، يعني ممفيس ديباي مثلا مش السوبر، مش اللعيب السوبر قوي يعني. ما أعتقدش أن برشلونة هتبقى في مستواها خالص خالص خالص. طيب ده فيما يتعلق بالترند العالمي. خلينا كمان نروح ناخد تفاعل حضراتكم معانا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، وكنا بنسال حضراتكم رايكم ايه في التشكيل النهارده، هيكون مين اللي هيلعب ومين اللي هيختاره موسيماني. نجلاء نبتدي بيها، نجلاء فتحي قالت ايه؟ قال هيكون الشناوي، ايمن اشرف، ربيعه، معلول، هاني، السوليه، فتحي، طاهر، الشحات، افشه، بواليا، وبامر الله موفقين ومنصورين.
خلينا كمان نروح لتعليق اخر من عمر علي واللي بيقول الشناوي محمد هاني ياسر ابراهيم ايمن اشرف معلول سليه حمدي افشه شحات كهربا صلاح محسن بالتوفيق يا اهلي. يا رب ان شاء الله الاهلي يكون موفق النهارده وعلى مدار كمان المباريات اللي جايه كلها في بطوله الدوري. محمد السيد قال الشناوي معلول ايمن اشرف ياسر ابراهيم اكرم سليه افشه حمدي فتحي حسين الشحات كهربا بواليا. وبرده في محمد شاهين الازهري قال في حراسه المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع اكرم توفيق ايمن اشرف ياسر ابراهيم علي معلول في خط الوسط حمدي فتحي عمرو سليه محمد مجدي قفشه في خط الهجوم حسين الشحات طاهر محمد طاهر والتر بواليا. اخر تعليق هاخده معايا وهو من جون غالي واللي قال محمد الشناوي اكرم توفيق ياسر ابراهيم ايمن اشرف علي معلول عمرو سليه حمدي فتحي محمد مجدي قفشه حسين الشحات محمود كهربا ووالتر بواليا. دي كانت تفاعلات حضراتكم وتوقعاتكم كمان لتشكيل النادي الاهلي النهارده. الاهم من كل شيء والاهم ان مين يلعب ومين ما يلعبش ان الاهلي يفوز باذن الله. اي لعيب يكون موجود بالتيشيرت الاحمر النهارده في مباراه انبي ومش بس النهارده في المباريات كمان اللي هتالي مباراه انبي في بطوله الدوري ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق حليفه لان احنا شفنا ماتش الاسماعيلي كان مفيش حظ شويه بالنسبه للنادي الاهلي وان شاء الله باذن الله واحد احد الاهلي يفوز ببطوله الدوري هذا الموسم في ظل المنافسه الصعبه والقويه جدا مع نادي الزمالك. كل التوفيق ليهم بدايه من مباراه اليوم. دي كانت تفاعلات حضراتكم ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند ليس لدينا المزيد وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا الى اللقاء.